بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. كان من ثمار عناية الجناب النبوي الشريف بتعليم المرأة السنة إن اعتنت النساء بحفظ الحديث، واعتنت النساء في زمن النبوة بتعلم الحديث من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بالطريق المباشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بكده، اهتم بتعليم المرأة وبتوجيهها وبتخصيص وقت ليها، اهتم بتعليم النساء كل شيء. عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فبدأ بالصلاة. يعني يوم عيد الفطر أول حاجة بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام أن بدأ بالصلاة، ثم خطب. فلما فرغ، لما خلص الصلاة وخلص خطبة العيد، فلما فرغ، هكذا يقول الراوي، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه. وبعدين بيوصف كمان أنه سيدنا بلال كان باسط التوب بتاعه، الملابس بتاعته عاملها كده كزي الشيء الوعاء، يعني باسط الثوب بتاعه يلقي فيه النساء الصدقة، اللي لابسة حاجة ذهب بتحطها بيجمع الصدقة، باسط ثوبه ليأخذ فيه الصدقة، وكان ذلك طبعا مع أمر معلوم يعني. وفي رواية عن ابن عباس في هذا المقام اللي بتحكي لما النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد الفطر راح وبعدين صنع كذا وكذا وكذا، رواية تانية بقى بتكمل لك المعنى ده عن ابن عباس رضي الله عنه كما روى، بيقول: فظن، يعني ظن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدق. يعني بضميمة الروايتين إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حين رأى أنه لم يسمع النساء الحديث بتاعه الخطبة بتاعة العيد، فلما فرغ من الصلاة والخطبة وظن إن هم ما سمعوش،
النساء حديثه أو خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث الجمع كثير، عدد الناس كتير جدا، وصفوف النساء هي موجودة خلف صفوف الرجال. فجاء إليهن النبي عليه الصلاة والسلام فأتاهن ووعظهن أداء لحقهن في التربية وفي التعليم وفي التوجيه وفي أخذ العلم، أخذ الوحي من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله عطاء رضي الله عنه، حيث رأى وجوب تذكير النساء وتعليمهن، اتعلم وأفاد من موقف النبي عليه الصلاة والسلام هذا وغيره كثير، وبيعلق يعني على هذا الحديث إنه وجوب إن يكون في رعاية على النساء والأخذ بأيديهن، وإن احنا نعلمهم وإن احنا نوجههم وإن احنا نعطي لهم هذا الحق، لأنه إنما النساء شقائق الرجال. العناية بتعليم المرأة الوحي كان منهج نبوي كريم، يعني ده من يوم ما ابتدت الدعوة، منذ بداية دعوة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرأة في زمن النبوة الشريف تتلقى من أول يوم مع الرجل دعوة الله تعالى. يعني لما أنزل الله سبحانه وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، زي ما روى لينا أبو هريرة إنه النبي لما نزل عليه القول الكريم وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يبدأ بالتوجيه في القبيلة بتاعته، ثم الدوائر الأقرب فالأقرب، القرابة بتاعته، وهكذا. وعلى الإنسان يبدأ بصنع الخير في نفسه وأهله، وبعد كده يتعدى ذلك. كان توجيه إلهي كريم. قام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام استجابة لأمر الله وقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. والحقيقة أن في هذا الحديث الشريف اللي بيوري اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء والرجال، إنه لما أمر بأنه يبدأ وأنذر عشيرتك الأقربين، وإنه يعلم الأهل والأقرب فالأقرب له، اعتنى بالنساء والرجال. وده باين من نداءات النبي عليه الصلاة والسلام للقرابة من الرجال والقرابة من النساء. بيروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قام حين أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، إنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعنى يعني اذهب في الآية الكريمة، اذهب أيها الرسول الكريم لإبلاغ القرابة بتاعتك، ابلغهم بالحق الذي أرسلت به من عند ربك. يعني هتبلغ مين؟ اللي هم مين؟ اللي هم قريش، والنبي قرشي، وهم مين؟ هم آل عبد المطلب وآل هاشم وآل عبد مناف وقصي. فقال لهم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله. يعني كأنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وجههم عن طريق إنه كأن جعل الطاعة لله تعالى والإذعان لهذا الحق هي ثمن النجاة من النار ودخول الجنة. طب والسلعة المشتراة هي إيه؟ هي الجنة، كما في حديث آخر في الصحيحين: لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني كل إنسان يحاسب عن نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان سيأتي بما صنع وقام وقدم في حياته الدنيا، بتتحاسب على نفسك. فإذا عرفت كده، يبقى وجب على المؤمن بحق وصدق إحسان العمل وحسن التقرب به إلى الله تعالى، إنه الإنسان
لن ينفعه قرابته من كذا، ولا انه قريبه ولي او قريبه احد او قريبه ذو صاحب سلطان او صاحب قوة، لن ينفعه الا العمل. عمله ماذا قدم في هذه الحياة الدنيا؟ امر خطير. وعشان كده بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية يعني يذكر من القرابة الأقرب فالأقرب من نسب قريش له، بعد كده زي مثلا لما قال يا بني عبد مناف ده أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤكد لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني، وده عم سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، حتى ستنا فاطمة بنت سيدنا رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد لا سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني هو ده المستطاع في الدنيا، ولكن لا أغني عنك من الله شيئا، لأنه في الآخرة كل إنسان يحاسب عن نفسه، ولن يدخل الجنة من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعمل صالحا في هذه الحياة الدنيا. الحديث في بيان إن كل إنسان مرتبط بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا ينفع ساعتها نسب ولا ينفع مال ولا ينفع عمل غيره، إن كان لي قريب صالح أو قريب ولي أو من العلماء أو من الأتقياء أو نبي من الأنبياء، لن ينفع الإنسان في الآخرة إلا الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، المعنى ده النبي عليه الصلاة والسلام لما استجاب للأمر الإلهي الكريم وأنذر عشيرتك الأقربين، خص به الرجال دون النساء، ولا خاطب الرجال والنساء في قومه وفي قرابته وفي عشيرته، خاطب الاثنين. ده عناية من النبي عليه الصلاة والسلام، ده رعاية من النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء، عموم النساء، القرابة وعموم النساء. الحديث بين في أنه النبي عليه الصلاة والسلام استجاب، صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وبسرعة الإبلاغ، إبلاغه الرسالة زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمره دون تقصير. وواضح في البلاغ النبوي الشريف أنه يقوم بإبلاغ قرابته من الرجال والنساء على حد سواء، عشان ده العناية دي والرعاية دي والاهتمام ده صنع جيل من الفقيهات والراويات في مجتمع النبي الكريم، وبقت ليهم تلامذة وتلامذة وتلامذة وهكذا. العناية بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام، بتعليمه للنساء، بتعليمه إياهم الوحي، كانت منذ بداية الدعوة. وكما كانت الصحابيات الكريمات بيتلقين الحديث النبوي الشريف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني دي صورة من صور التلقي اللي كانوا بياخدوا فيها السنة والحديث. كمان إذا ما قدروش أنهم يحضروا مجلس سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يتلقون الحديث من أزواجهن أو إخوانهن أو آبائهن، يعني ما كانش فيه تقصير من النساء في زمن النبوة في تلقي العلم، كان فيه اهتمام، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان مهتما بتعليمهن وتوجيههن. والحقيقة أنه لم يقتصر دور كمان النساء أو الصحابيات في زمن النبوة على أنهم يتلقوا بس، لا، ده كانوا بيتلقوا الحديث وكمان شاركوا في تبليغ العلم ورواية الحديث وحسن أداء الرواية. يعني كان حفظ قوي وعناية بأنهم يثبتوا اللي حفظوه، وتجد عناية فائقة بالتلقي، ياخدوا الحديث بالضبط من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو ممن أخذوا منه الحديث. حتى الإمام الحافظ الذهبي بيقول كلمة رائقة جداً، بيقول لم يؤثر عن امرأة أنها كذبت في حديث. شهادة كبيرة، شهادة للنساء بأنهن إذا تم، وده لكل إنسان في مكانه بيده قرار، صانع قرار، إذا اهتمينا اهتمام بالغ بالنساء وبتعليم النساء وبرعاية النساء وبإعطائهن الأدوار
اللي تعطي لهم المكان والمكانة في مجتمعاتهن هيتقن، لأنه هو ده ما حدث في المجتمع النبوي، وده اللي بتأرخه السنة النبوية المطهرة، اللي أدعياء العلم يقول لك ما كانش في سنة، وقد شارك في روايتها وفي حفظها وفي تلقيها النساء والرجال. لو تم الرعاية والاهتمام بالنساء هيقوموا بإتقان فهم العلم وحفظه، وهيقوموا بأداء حقه على أكمل وجه. يعني طبعا كل إنسان وكل امرأة على قدر تلقيها واستيعابها، لكن لابد من القيام بحق النساء في تعليمهن، لأن هو ده التوجيه المباشر من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وهو كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في مجتمعه النبوي الكريم. الحقيقة أنه لما سطعت الحضارة الإسلامية على العالمين كان ساعتها وقت ما كنا ما كنا، كان للمرأة دور عظيم في بناء تلك الحضارة اللي احنا بنفتخر بيها كل ما تأتي ذكراها، حيث كان محفوظ حق المرأة في العلم والتعلم والتعليم، وما كانش فيه في وقتها تمييز للرجال دون النساء، إنما كان إتقان العلم وحسن تلقي العلم هو الأساس مش الذكورة والأنوثة. حتى قال الشوكاني: لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة، فكم من سنة تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة، وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم الرواية. عايز يقول إنه المرأة لما كان فيه اهتمام بيها، اهتمام بتعليمها وتوجيهها، واهتمام إن تاخد أدوارها في المجتمع بتاعها، كانت صاحبة علم ثقة. حتى إنه لم ينكر حديث واحد على امرأة، الرويات اللي هنتكلم عن بعضهن، وحنبتدي بالحديث طبعا عن أئمة هؤلاء الراويات ابتداء من بيت النبوة، أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. الاهتمام بالعلم، العلم حياة، العلم بناء للحضارة. مع العلم الحقيقي تجد أن المرأة تجد لها مكانتها ومكانها القوي. فيا من تنكرون السنة المطهرة، أنتم لا ترون أن ميراث النبوة الشريف قد صنع جيلا عظيما من أهل العلم من الرجال والنساء، يحملون أنوار الرسالة للعالمين. وصدق الله العظيم القائل في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين.
مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون، مرحبا بالجميع. نذكر حضراتكم بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. بناخد الأسئلة الخاصة بحضراتكم على الصفحة، اللي ما بيحبش يعني يتواصل من خلال الهاتف أو مش عارف يوصل، فبناخد الأسئلة على الصفحة بنجيب عنها في اليوم المخصص للرد على الأسئلة، وهو يوم الأربع من كل أسبوع. إحنا بنلتقي وحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، بناخد أسئلة حضراتكم على الهواء. يوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم، وبيكون فيه استفاضة في الرد على الأسئلة، وبنعرض كمان فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة، الفقرة اللي كانت بتتعرض بشكل مرتب في شهر رمضان المبارك يوميا، بنوزعها على المدار العام يعني من رمضان إلى رمضان بنفس الترتيب اللي احنا ماشيين بيه. احنا بدأنا من الأول، بدأنا بسورة الفاتحة وبعدين بدأنا من سورة الناس فصاعدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعن على إتمام هذه المهمة كما يحب ربنا ويرضى. ناخد الأستاذ صلاح الدين. ما شاء الله. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير على برنامج الجميل ده، ويعرف نزال حسناتكم إن شاء الله يا فندم. آمين آمين أجمعين. حضرتك أنا يعني اختصاري عن والدتي، اتوفيت بقالها شهر. الله يغفر لها ويرحمها. اللهم آمين. توفيت يوم 4 ذي الحجة. ما شاء الله. فوالدتي دي كانت مع أخويا قعدت حوالي 4 سنين استنفذ فلوسها بالنسبة للمعاش وجوز بناته، وللأسف كانت بتاخد علاج وما ادهاش فرشامة واحدة عشان خالص تعالجها، فأنا خدتها عندي وكانت أصيبت بالكورونا. لا إله إلا الله. أخدتها عندي قعدت 4 سنين بفضل الله سبحانه وتعالى عالجتها، رجعت إلى حد ما طبيعية. وكنت قائم على خدمتها أنا وزوجتي لأربع سنين، فجت في خلال الأربع سنين آخر 3 شهور أصيبت بجلطة دخلت بها بناء على المستشفى. فدخلت المستشفى اصيبت بالميكروب واصيبت بحاجات كتير، القرح بهدلت ظهرها. فقعدت 3 شهور دول في عذاب، ما كانت ترفض اكل ولا شرب. الثلاث شهور دول في المستشفى يعني ولا في العنايه المركزه؟ في العنايه المركزه. لا اله الا الله. كانت بترفض اكل او شرب من اي حد في المستشفى، كانوا بيستدعوني عشان اعمل لها الاكل في البيت واروح اكلها واديها العلاج. هنيالك ما صنعت، هنيئا لك ما صنعت. الله يعزك يا دكتوره. امين. طبعا جت في اخر يوم لحد ما وصلت لمرحله ان حطوا لها جهاز التنفس وانبوبه اكل انبوبه المعده، بدات انها خلاص تروح عن الحياه او تغيب عن الحياه. فاليوم اللي توفيت فيه انا رحت الساعه 9 الصبح، قعدت لحد الساعه 1 الظهر، وفي الاخر استدعوني في البيت قالوا تعالى تغير هدومك وروح. يا دوب وصلت البيت جاني الخبر. اللي معذبني انها ما كانت عندي في البيت عشان ما فيش ادراك وفي زهايمر، كانت بترفض الاكل وكان بدا العلاج يعمل لها قرحه في المعده. فكنت ببين لها ان انا زعلان وبتنرفز وكده وبتاع وبتزعل وبزعل، بتضطر انها تاكل. براضيها وبحب على دماغها وبحب على ايدها، مسامحاني يا امي تقول مسامحاني من قلبي. بس انا اللي مأنبني ان انا كنت بزعل فيها لمصلحتها او كنت بزعل معاها لمصلحتها، مش فاهمها، مش اهانه. انا فاهمه. فانا زعلان ان انا كان صوتي بيعلى عليها بس مش اكتر. هو يعني وهي في عدم ادراك. معلش بس هون على نفسك، هرد على حضرتك. وانا هون على نفسك. بعد وفاتها يوم بعد يوم اروح من الصبح لحد المغرب عند حضرها واقعد بصراحه برتاح. فهل انا علي ذنب؟ اعمل ايه طيب عشان أرد يعني يسامحني وربنا يسامحني؟ حاضر. ست ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ست أم محمد، كل عام وانت بالصحة والسعادة وراحة البال يا رب. يا رب اللهم أمين أجمعين. يا رب. أنا بحبك جدا 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 والله، ومتابعة حضرتك من زمان. ربنا يديم المحبة. يا رب يخليك يا رب، ربنا يبارك في عمرك. أنا أمين. بس بسأل حضرتك بس سؤالين. أول حاجة إن أنا بعد رمضان كنت عاملة وردي قرآني لنفسي على أساس إن أنا يعني أقرأ القرآن كده باستفاضة كده واقرأ التفسير معي يعني. فأنا الحمد لله رب العالمين كنت ملتزمة، بعد الصلاة على طول ببدأ الورد بتاعي. بس في أوقات لما مثلا أروح عند حماتي عند والدتي بعد يومين ثلاثة ما بقراش طبعا الورد بتاعي. فأنا بس بسأل حضرتك، هو في عليا حاجة كده ولا يعني ذنب ولا ما فيش مشكلة؟ أنتِ تمام
انت ده شيء عاملاه يعني، لما قلتيش ندر عليا هعمل كذا واعقب. لا 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 لا، انا مع نفسي كده، انا يعني انا مع نفسي قلت عشان ما يعني لا ابقى متابعه القران الكريم يعني. ولازم الانسان يؤدي جميع الحقوق يعني، ده برضو من الطاعات والعبادات اللي الانسان بيعملها، وانا هبين لحضرتك. السؤال الثاني. السؤال الثاني حضرتك، انا واحده يعني اعرفها قريبه مني دي حضرتك، هي فيها بس من الانانيه شويه يعني، هي عايزه تبص لحياتها وتبص لنفسها، دي اهم حاجه. هي دي قريبه مني قوي، بس هي في حاجه ان هي قطعت عشان مصلحتها الشخصيه، قطعت والدتها وللاسف يعني سابت ولادها ومعاها اخواتها. هي دلوقتي داخله على 3 سنين مثلا ولا سنتين، هي دلوقتي بتحاول يعني، مش دلوقتي من شويه يعني، بتحاول ان هي تتصل باخواتها، تبعت رساله، بس هم اخواتها رافضين لان هم شايفين ان هي مصلحتها فوق كل شيء. فدلوقتي وانت ليه حضرتك ليكي باع مع اخواتها، ولا يعني في كلام في تواصل ولا ما فيش؟ هو في تواصل وفي كل حاجه، بس انا للاسف مش يعني. والدتها موجوده؟ وموجوده واخواتها موجودين وكلهم موجودين، وللاسف ولادها يعني كبار مش صغيرين، وهي صغيره من النوع اللي انا شايفه نفسي يعني، اللي هي ما اللي انا شايفه نفسي، بس للاسف انا ولادها صعبانين عليا يعني، حتى اخواتها عادي، لان اخواتها يعني ممكن يكون في جفاء. طب هي رجعت لاولادها يعني، بدات تاخدهم خالص خالص يعني، حتى هي فين يعني، فين زوجها، فين ابوهم، فين؟ لا هي للاسف يعني، هي للاسف اتطلقت من ابوهم واتجوزت ثاني واتجوزت ثالث. يا لطيف. فانا دلوقتي مش مشكله، حتى انا لما بتكلم مثلا مع جوزي بقول هي ما عملتش حاجه حرام يعني، هي مثلا هي بس يمكن اللي عملته كلنا مش راضيين عنه، ان هي سابت اولادها وامها يعني. حتى بقول له مثلا لو اخواتها ما فيش مشكله يعني، بس هي الام والبنات مثلا. فانا انا صعبانه عليا. هو اهمال الامانات حاجه صح عشان اقول هي ما عملتش حاجه حرام؟ لا انا لا، على اساس ان هي اتجوزت يعني، اهمال الامانات اللي ربنا بيديها للانسان، وانا اتجوزت ورحت خلفت وبقى عندي امانات اسال عنها، هي مش اولاد بس انا مبسوطه بيهم في الدنيا. صحيح ربنا بيئنسنا، بس هو بيئنسنا واحنا نحافظ على النعم، وشكر النعم الحفاظ عليها على الوجه الذي يرضيه، ولا ايه يا ست ام محمد؟ الاستاذه اشواق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. دكتورة أنا بقالي 5 سنين متجوزة. يا فندم؟ بقالي 5 سنين متجوزة. أيوة. ووالدتي كانت عاملة عملية في إيديها. وجيت أقعد بيها، هو جوزي كان جاي لي تقعدي أسبوع. بس أنا معرفاه قبل ما أطلع إن أنا مش جاية إيه بعد أسبوع. جاي الأسبوع عدى عامل لي حظر. جيت بعد الأسبوع يوم العيد الأضحى أختي غنت عليا، قال لها قول لها ان انا خطبت وشفت حالي، ولو عايزه تيجي تقعد في شقتها وخلاص. ده الزوج يعني، هو الزوج انت استاذنتيه انك هتخدمي والدتك؟ ايوه، هي عامله ايه ده، هي عامله ايه؟ تمام تمام. وقلت لوالدته حتى ان انا مش جايه بعد اسبوع، لان والدتي ما انا ما فيش الا انا على 2 صبيان. تمام. وبعدين هو بعدين لما انت غبتي كده راح خطب هو واحده تانية؟ ايوه، اخته رنت جالس ده خطب. خلاص انتهى الامر الى ايه؟ انا دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه، وبقالي شهر ونص ما بيكلمنيش ولا بيسال فيا، وحتى اهله من يوم ما اخته جالس لي ولا سأل. اخواتك فين الذكور دول يجيبوه يكلموه؟ يعني لازم يكلمش، ما بيكبرش الحال، ما بيكلمش. ما احنا لازم، ما هي لازم يتكلم عشان نوصل لحل. ما هو مخاصم يعني، لو جاء حد في العيله، حد في بيسمع له، حتى مش لازم لو اخواتك يلجأوا لحد كبير هناك في البلد ولا حاجه، يقولوا له انت عايز ايه من اللي انت عامله. بيقول لهم انا بهددها لان ما بتسمعليش كلام، بتيجي عند باباها وامها ما بتسمعليش كلام، رغم اللي هو بيقول عليه بقول له حضر ونعم، وابقى ماشيه معاه في اي حته، شوفي دي شوفي دي، وكذا مره يقول لي انا عايزه اتجوز. طب هو خطب واتجوز فعلا ولا كان بيقولوا بيهددك بان مش حاكم عليك ان انت تروحي، لكن انت بيصرف وانت قاعده في البيت وكل حاجه؟ نعم. يعني انت قاعده في البيت مصاريفك بتجيلك، كل حاجتك بتجيلك؟ لا فيش الكلام ده.
انا عند ابويا ما فيش طيب. الكلام ده. سؤالك لما اروح اكشف اقول انا يعني ما حدش بيسال فيا والناس بيقولوا بيقولوا احنا عايزين نشفع من ايه، وانا قلبي مش مرتاح ان انا اروح للبيت ولا مرتاح لي. طيب اخواتك نصحوكي بايه؟ هم اخواتي قالوا اللي انت عاوزاه، بس انا يا دكتوره مش قلبي مش مرتاح له. مش مرتاح يعني انت لغايه دلوقتي روحتي ولا ما روحتيش؟ لا ما روحتيش. يعني بقالك كل الوقت ده ما روحتيش؟ لا. كان لازم تروحي، انا كنت شايفه انك تروحي. ما الكلام دي ما فيش، لان هي عامله استسلاك شرايين تجاههم على جدرها. انت قلتي اسبوع، انت قعدتي قد ايه دلوقتي؟ انا بقالي شهر ونص. ما هو بعد اسبوع ما بيكلمنيش، من يوم ما جيت هنا ما بيكلمنيش. وانت الشهر كله يعني بعد اسبوع لما لقيتهوش ما بيكلمش، ما حاولتيش تروحي طيبي خاطره عشان يبقى كده هو متنازل ان انت بتروحي مع والدتك واقفه معاها وده؟ لا ما فيش الكلام ده. هو زي ما يقول لك اتكلمت معاه قبل ما اجي قلت له اسبوع ما ينفعش، قال لي لا هو دي اللي عندي. هي الام بعيده عن البيت عنك؟ لا مش بعيده. يعني انت كنت عايزه تروحي تقعدي الاسبوع وهي مش يعني كان ممكن تروحي وتيجي؟ لا ما فيش الكلام دي عنده. انت روحتي بعد اسبوع ما فيش ان انت تروحي تاني عند امك تهدميها ولا لا؟ لا انا بسال سؤال تاني، انت كان ينفع تبقي في بيتك قاعده في بيتك رايحه جايه بتخدمي والدتك؟ لا ما عندوش هو الكلام ده. يعني ايه ما عندوش الكلام ده؟ ما انت هتباتي في البيت بتاعك. لا ما فيش الكلام ده عنده. انت اسبوع وخلاص، رغم ان والدتي انا ما فيش الكلام، انا اللي بنظمها وانا اللي بعمل الاكل والكلام ده. لا انا بس حاسه ان في حاجه كان ممكن يعني ايه في الموضوع ده كده مش واضحه بالنسبه لي. اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا النهارده بقول له انا هروح اخدم والدتي وهبقى رايحه جايه عشان لغايه ما والدتي تطيب، فمش هقول له بقى هروح اسبوع واجي لك بعد اسبوع والبيتين جنب بعض. الكلام ده لا ما فيش هو الكلام ده عندي. لا انت كان المفروض تعملي كده، مش تسيبيه اسبوع. انا عارفه صبره يا دكتوره، ما انا عارفه صبره. انا قلت له هو عارف انا عارفه صبره، وقال هو دي اللي عندي ممنوع. يعني هو اسبوع اسبوع. طيب انت النهارده لو رجعتي البيت ايه اللي انت خايفه منه يحصل؟ لا ارجع ازاي هو ما بيكلمنيش، هو اصلا مسافر. اسمعي اللي هقوله لك. طب يا اشواء وربنا كريم، ربنا يلهم الصعب. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. مرحبا بمشاهدينا الكرام. الأستاذ صلاح الدين زعلان لأنه كان بيخدم والدته، وأنا شايفة خدمة ما شاء الله تبارك الله، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك، لكن مع تقدم السن ومع حدوث بعض التغيرات في الحالة الجسدية للكبار في السن بيبقى في رفض للأكل، وبالتالي حضرتك بتنفعل مش للإهانة ولكن بتنفعل عشان إنها تاكل. أنا عايزة بس حضرتك تهون على نفسك، أنت كنت بتعمل ده بقصد المصلحة وهي إن الوالدة تاكل عشان ما تحصلش مشاكل تانية كبيرة مترتبة على عدم أكلها. صحيح أمرنا الشرع بأن وإما يبلغن عندك الكبر، أن في مرحلة الكبر دي الإنسان لا يؤذي الكبير لا بصوت عالي ولا بكلمة نابية ولا بتصرف مشين، لكن أحيانا الإنسان بيفقد صوابه لأنه بيبقى عاوز مصلحة اللي قدامه. ده بيحصل، لازم الإنسان إذا حصل يرجع تاني. أنت بتقول كنت برجع أبوس إيديها وأطيب خاطرها وأتأكد أنها راضية عني، ربنا إن شاء الله يتقبل ما صنعت وأبشر بالخير العظيم في الدنيا والآخرة. أنا عايزة حضرتك تهدأ تماما، تبدأ كده تاخد نوايا طيبة بأنك تعمل الخير وتوهب لها مثل ثوابه، وده يعني بر مستمر بالوالدين، يظل الإنسان يبر والديه في حياتهما وبعد مماتهما، يدعو لهما في حياتهما ويدعو لهما بعد مماتهما، وإن واحدا فواحد. يعني اللي موجود منهم أنا بدعي له، واللي مش موجود أنا بدعي له، وأصنع الخير وأهب الثواب، وده حيطمن قلبك وأبشر بالخير العظيم يا أستاذ صلاح.
خدمتها وسعيت، وكان ممكن تتركها عند أخوك التاني اللي بيهمل وبيستغلها، لكن أنت خدتها وخدمتها أنت وزوجتك وسعيت على إلا إرضائها، وكنت خايف عليها. ما هو ساعات التوتر ده والعصبية بتيجي من خوف الابن أو الابنة على الأب أو الأم في المرحلة الحرجة دي، إنه ما يأكلش، إنه ما ياخدش دواء، إنه فيتوتر فينضغط فيبتدي إيه، لأنه بيتحولوا إلى أطفال، فبتبقى شوية بيحصل التجاوزات دي. لكن إن شاء الله تستغفر الله سبحانه وتعالى وتهب لها، تصنع الخير وتهب لها من الخير ما تستطيع، وهو من البر المتواصل والمتصل والدائم حتى بعد انتقال الوالدين أو كل إنسان عزيز له فضل علينا. نود أن نبره كما كنا نبره في الدنيا، نبره كذلك بعد انتقاله في الدار الآخرة، نسأل الله السلامة. الست أم محمد هي بعد رمضان، لأنه بيبقى في رمضان حالة كده، بيبقى إحنا عندنا نشاط في القرآن وفي الذكر، فيعملت نفسها أوراد استمرت عليها ما بعد رمضان. كان بيحصل مش فتور ولكن انشغال، تزور معرفش حد من القرابة، حماتها قرابتها، فيحصل أنها تتعطل عن الورد ما تقدرش تقوم بيه. حضرتك نويتي الخير وامتنعتي بعض الوقت عنه لعذر، فلا شيء عليك، المحافظة على الخير مطلوبة. ودايما نتذكر، يعني مجرد ما أنا أتذكر والفرص الزمن يعني يعني على أني أقدر أرجع للي كنت بعمله، أرجع وأقرأ الورد بتاعي. طب ده الوقت ضيق وأنا متعودة مثلا أخد قدر كبير، يعني الله سبحانه وتعالى يعني أحب الأعمال إليه أدومه وإن قل، فأنا لقيت نفس الورد الكبير بجيبه مش قادرة النهاردة، جيبي ولو قدر قليل، دومي بس قدر الطاقة، لكن شيء عليكي لا، ده من باب التفضل والأشياء اللي أنت بتتقربي بها إلى الله سبحانه وتعالى من ألوان الطاعات والقربات، فأجيب، مش لازم أجيب نفس القدر إذا كان اليوم ده مشحون بزيارات واجبات، ما هي كلها طاعات وكلها من صنائع المعروف. ويا سلام لو يعني يجملها الإنسان بالنية الطيبة، أنا بنوي ده طاعة لله، بزور حماتي طاعة لله، أطلب دعاها طاعة لله، أدعو لها طاعة لله، أزور مريض طاعة لله، أود قرابة طاعة لله، فأنا بحول حتى بذلك أبسط العادات واللقاءات من لقاء عابر ما خدش عليه ثواب إلى لقاء أنا مبطن فيه النية وعازم فيه أنه ده طاعة لله، فتتحول العادات إلى عبادات، ويؤجر الإنسان حتى إن أنفاسك في هذا المكان بتؤجري عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيننا، ودوما ندعو الله سبحانه وتعالى عقب الصلوات المفروضات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مع دوام الدعاء للوالدين. سؤالها الثاني ان لها صديقة قريبة قوي منها لكنها يعني نفعية جدا، انا يعني انانية جدا، هي وجدت ان صديقتها دي طلقت وسابت الاولاد وسنهم صغير، قطعت امها وقطعت اخواتها، فهي بتتكلم عن الصداقة مع هذه المرأة. انا في الحالة دي ليس علي سوى النصيحة لها بضرورة إنها تؤدي أو تقوم بالحقوق المختلفة اللي في رقبتها. في النهاية زي ما قلنا في مقدمة الحلقة، كل إنسان مسؤول عما استرعاه الله تعالى، وبالتالي هي مسؤولة عن تصرفاتها وأفعالها. إذا قامت وقدمت بهذا الحق لأصحابه وحرصها على إنها، مش إن أنا متضايقة النهاردة وعندي ولدين ولا ثلاثة أمر ميهم وروح أطلق من أبوهم وروح أتجوز حد تاني وأرمي الأولاد دون اكتراث بإيه اللي ممكن يحصل لهم، لا، الإنسان لازم يفكر كويس جدا في مسألة يعني اتخاذ القرار بتاعه. ودايما بنقول إنه هو بيفكر في ده من المقدمات يقدر يوصل إلى يستنتج بعض النتائج، وده ضروري إن المؤمن على طول عقله يقظ، مش إنه بياخد قرار وخلاص أرضي نفسي وخلاص أنا زعلان دلوقتي بدون دراسة، ما يمكنش. المؤمن كيس فطن نهاز للفرص، يعني مش أي يعني بياخد قرارات مدروسة مش عشوائية ولا رد فعل. فكان يجب على هذه الصديقة أنها تراعي حقوق هؤلاء الصغار، لأنه مهما هيكون حد بيربيهم، إزاي ما هي هتقوم بتربية هؤلاء
الصغار إذا كان في يدها ساعتها أنها تستبقي الحياة الزوجية وأن هي تحافظ عليه. أما أنها تقاطع والدتها فده مصيبة كبرى، وفي حاجة اسمها أن أنا أقاطع والدتي؟ ده لو حتى ولا والدي ولا والدتي وإن وقع في ظلمي، لابد من البر بهما، لابد من القيام بحقهما، لابد من وصلهما، ده شيء يعني ليس فيه نقاش أو كلام، وبالتالي القرابة المترتبة على ذلك. فأنا أقطع أقوى الروابط بالنسبة لي، علاقتي مع أمي وبعدين علاقتي مع أخواتي وبعدين كمان ولادي. فدي عايزة نصح شديد، وأنا برضو أنصح حضرتك بأنك تكلمي القرابة بتاعتها إنهم ياخدوا بإيديها. هي خدت قرارات وتصرفت غلط، القطيعة التامة ممكن تخليها تقع في مشاكل أكبر، فيخلوها كده تظفر بأنها تاخد رضا أمها وتسامح أمها عن اللي عملته معاها، وأنها كمان تصل القرابة بتاعتها فتصل ما أمر الله به أن يوصل، وأنها ربما ده يساعدها على أنها ترجع لأولادها فتنتبه إلى ما تبقى من مسؤوليتها اللي هي تركتها وهم لسه صغار. نسأل الله السلام. النصيحة مهمة، الدين النصيحة. الأستاذة أشواق، يا أشواق، يعني إنه أولاً الزوج يعني يجي يهمل الزوجة عشان مشكلة، أو إن الزوجة بقى تخاف فتقوم ماشية وقاعدة في بيت أهلها كل الوقت ده. طبعاً أنا شايفة إنه لابد من تدخل الأهل ويبقى فيه ناس عقلاء وحكماء عشان نصلح، إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهم. طاعة الزوج واجبة ما دامت في معروف صاحبة السؤال، والتوفيق بين الحقوق المختلفة ده أمر مطلوب، والضرر والإضرار أمر ممنوع. يعني الأمر في كل وقت محتاج لنوع من الحكمة والحيلة في مثل هذه الأمور. أنا النهاردة جاي أقول له أنا هغيب عنك أسبوع عند والدتي والبيتين قريبين من بعض، طب ليه أروح أبات؟ طب إذا كانش الأمر ما يحتاجش كده أقدر أقوم بخدمتها إطعامها وأروح وأرجع، ما أقولش لا هو الأمور مش عنده كده. كنت أنت بينتي أنه أنا مش عايزة أسيب البيت وعايزة أقوم بخدمة أمي وأرجع برضو على طول عشان أنا ما أثرش في القيام بحقك، ربما ده كان ما خلاهوش يوسع الموضوع. أنا بعد أسبوع لقيته ما كلمنيش، أو ما أظل في بيت الأهل ولا أرجع كده ويمكن ما أقعد معاه وأتكلم معاه في ساعة كده طيبة، الحواجز دي تزال، الزعل ده يمشي، أطيب خطره، مش أوصل الأمر أني أقعد شهر. أنا شايفة أنك ترجعي فتشوفي بقى حيلة أو وضع مع أهلك أنك ترجعي بيتك وأنت عودي تكلمي معاه وبراحة، حتى لو أنت عارفة لعل ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال. وقبل ما تعودي تكلمي معاه صلي ركعتين لله إن ربنا يهيأ لك من أمرك رشدا، ربنا يهدي ويهيأ لك من أمرك رشدا. ما نوسعش المواضيع، إيه مخصمك؟ ما بيحصل إن الزوج بيخصم زوجته والزوجة بتخصم زوجها، بيحصل ده، بس مش عايزين نوسع الدايرة، يعني ده في دنيا الناس واقع، أمر طبيعي بيحصل، ما وسعش أنا المسألة، وأقعد بقى بدل الأسبوع شهر، ما هو لازم يهددك إنه يروح يخطب، طبعًا أنا مش مع تصرف إنه تبقى أنت بتخدمي أمك وهو بيعمل كده، بس مش وأنا بخدم أمي أضيع حقه، ولو أنا بضيع بخدمه أضيع حق الأم، الاتزان مطلوب. الأمر يحتاج لحكمة ويحتاج لحيلة في كتير من المواقف الحياتية اللي بنمر بيها، وإن شاء الله ربنا يصلح الأحوال وترجعي والأمور تكون أفضل مما كانت قبل ذلك يا أشواق. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه يا مولانا في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائه
ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، يا الله، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشف. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشف. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.